بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش هذه النسمات الأولى مع أولى قطرات الوحي الإلهي التي نزلت على قلب حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. نذكر ما أنقذت به البشرية مما كانت تعانيه وهي مسكينة مهضومة الجناح، مظلومة، القوي يبطش بالضعيف، والغني يستعلي على الفقير، والحروب الطاحنة تشتعل لأتفه الأسباب، ربما لأن فرسا سبقت فرسا، انظروا إلى أي مدى. وسط هذا الظلام الحالك والباطل المتفشي شاءت الإرادة الإلهية أن يبعث نبي الرحمة، أن يبعث منقذ البشرية من ضلالها وظلامها إلى الحق وإلى النور. فكانت أولى آيات الوحي الإلهي عليه في رمضان وهو معتكف في غار حراء، اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ، إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقالوا ما قالوا، لكن شاء الله أن يكون الله معلمه، لا يجلس إلى أحد من البشر يعلمه، وعلمك ما لم تكن تعلم. فأخذه وضمه وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه المرة الثانية وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه الثالثة وضمه وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقال إنه قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أقرأ ولا أكتب. فلما قال له اقرأ الثانية قال: ما الذي تريد أن أقرأه؟ الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويقول شراح الحديث إن المرة الأولى التي ضمه فيها ليخليه ويجرده من الدنيا وشواغلها، والثانية للتهيؤ لما يلقيه عليه من وحي، وأما الضمة الثالثة فكانت للمؤانسة، ليؤانسه حتى
لا يصاب بالروع والخوف لأول مرة يلقى فيها الملك. ولذلك لما رجع إلى خديجة وقال لها ما حدث وطلب منها وقال زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. زملوني يعني غطوني ولفوني، يرتعد من شدة الوحي. لقد خشيت على نفسي. ماذا خشيت يا رسول الله؟ أن تموت؟ أن يصيبك خطر؟ أن يأتيك شيطان يفعل بك هذا؟ انظر هنا وقفة مع السيدة الفاضلة الحصيفة العاقلة المؤمنة التي استحقت أن يقرئها ربها السلام وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صف. السيدة خديجة رضي الله عنها تقابله وتقول له ردا على قوله لقد خشيت على نفسي، تقول له كلا. انظر، هو يقول خشيت على نفسي وهي تقول تنفي وتقول كلا، ثم تحلف وتقسم بالله وتقول والله لا يخزيك الله أبدا. علامة تقسمين يا سيدة خديجة والله لا يخزيك الله أبدا؟ ما دليلك على هذا؟ تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بينت وأعطت الدليل على أنه لا يخزيه الله ولا يحزنه. ولذلك استدل العلماء بأن هذه الأمور من صنائع المعروف التي تقي صاحبها مصارع السوء. تحمل الكل الذي لا يستطيع أن يستقل بأمر نفسه، تعينه، كان رؤوفا رحيما بجميع الخلق، بجميع الخلق، حتى الذين آذوه، حتى الذين طاردوه بالحجارة من الطائف وسال دمه، حتى الذين حاصروه في شعب مكة، هو وأصحاب، جاء ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان في مكة يطبقهما على أعدائه الكفرة، مع هذا قلبه الرحيم يقول لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عظمة هذا النبي، رحمته ورأفته بالجميع حتى بأعدائه، يعفو عمن ظلمه. فتقول لك لتصل الرحم وتحمل الكل، صلة الأرحام، تعمر الديار وتطيل في الأعمار، صلة الرحم. من سره أن يبسط له في رزقه؟ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في رحمه في أجله؟ فليصل رحمه.
فأنت تصل الرحم. السيدة خديجة تستدل: والله لا يخزيك الله أبدا، عاد من الغار ومن الاعتكاف في رمضان وهو يرتعد ويقول: زملوني غطوني خشيت على نفسي. تقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية: لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الذي لا يستطيع أن يستقل بأمر نفسه، وتكسب المعدوم، تعطي ما لا يعطيه أحد لكل ما هو محتاج، وتقري الضيف، تكرم الضيوف، وتعين على نوائب الحق، على الشدائد والنوازل التي تنزل بالناس فطمأنته ومسحت عنه العناء وبشرته، ولتتأكد ولتجعله يتأكد ويوقن ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وعنده من الكتب السابقة ما عنده، فقال له: اسمع من ابن أخيك ما رأى. هو ليس ابن أخيه، ولكن عادة العرب تقول للرجل الكبير أخ للأب، فسأله فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: نبأ ما رأى من طلب الوحي له أن يقرأ، ومن ضمه له 3 مرات، فقال له ورقة: هذا هو الناموس صاحب السر الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رسول بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لما قال له: أو مخرجيهم، كأنه يقول: ليتني أكون حيا إذ يخرجك القوم، يتذكر أنه سيهاجر، فحديث الهجرة كان منذ اللحظات الأولى للوحي، وهو يعلم بأبي: أنت وأمي يا رسول الله، يعلم أنه سيهاجر منذ اللحظات الأولى التي نزل عليه الوحي، وأن قومه الذين جاءهم بالهدى والنور ليخرجهم من الظلمات إلى النور يؤذونه ويضطهدونه ويخرجونه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعلم منذ هذه اللحظات الأولى أنه سيخرج من مكة وسيهاجر للمدينة، فيقول: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رسول بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أولى قطرات الوحي الإلهي التي تنزلت عليه وكانت إشعاع النور
الذي سيخرج البشرية وينتشلها من وهدة الباطل ويخرجها من الظلمات إلى النور، بعد أن كانت تشتعل الحروب لأتفه الأسباب، ربما لأن فرسا سبقت فرسا، ويسحق القوي الضعيف ويستعلي الغني على الفقير، فجاء بكتاب أرشد البشرية وأخرجها إلى شاطئ الأمان. كانت الناس قبل طه حيارى، يبطش القادرون بالغير ظلما، ويضيعون بهجة ووقارا، ولأدنى الحروب قامت، ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات ديارا. فإذا البدر طالع في الدياجي، ما رآه الظلام حتى توارى، جاءنا المصطفى بخير كتاب، بدل التربة فضة ونضارا، بدل الظلم والمطامع عدلا وأمانا، والليل صار نهارا. يقول له الملك، يقول له جبريل منذ أول لحظة بعد أن قال ما أنا بقارئ، وبعد المرة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنت لا تقرأ بقوتك وقدرتك، ولا بقدرة أحد، ولا بقوتها، وإنما تقرأ بقدرة الله وبإرادة الله الذي بعثك واصطفاك يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا رحمة ربنا المهداة، يا نعمته المسداة. اقرأ باسم ربك لا باسم غيره، ولا أحد يعلمك، ولا تجلس إلى معلم، ولا باسم فلان، بل اقرأ باسم ربك الذي خلق، صاحب القدرة والخلق، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء البشرية وبعث إلى الدنيا بأسرها موجها ومنبها ومعلما وداعيا، كما أمره ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. يدعو إلى الله على بصيرة وهدى، وبدأ يرى الملك على كرسي وهو يجلس بين السماء والأرض، وبدأ ويأتيه الملك بعد أن مكث 3 سنوات يدعو سرا، وأصحابه في خفاء عن عيون المشركين والأعداء، مخافة أن يبطشوا به. وبعد هذه الفترة من الدعوة السرية تأتيه الأوامر الإلهية ليجهر بالإسلام، وأن يدعو الناس فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئين بك يا رسول الله تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عنك. إنا كفيناك المستهزئين. فانبرى يدعو بقوة وبيقين: يا بني فلان ويا بني فلان، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول. وبين لهم وجهر لهم بالدعوة حتى يستجيب من شرح الله صدره للإسلام، وبدأت المسيرة بعد أن نزل من حراء في رمضان ليدعو إلى الله على بصيرة وهدى، وليؤمن به من الصبيان ابن عمه علي بن أبي طالب وزوجه خديجة ثم أبو بكر، وإلى أن اجتمع المسلمون. الشاهد من هذا أن الإعداد كان إلهياً، وأن التوجيه كان ربانيا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربه قد فطره على التطلع إلى هذا النور وإلى هذه الهداية منذ طفولته في صغره، منذ أن عزف عما يجري من طبل وزمر ومن لهو، وآثر هذا الاعتكاف على أي لهو يتلهى به غيره. أنا لم أخلق لهذا، يقول أنا لم أخلق لهذا. عندما مات أبوه وهو حمل في بطن أمه ضجت الملائكة وقالت: إلهنا وسيدنا، أصبح نبيك يتيما. فقال رب العزة لملائكته: أنا له ناصر ومعين. منذ كان حملا إلى أن خرج إلى الوجود، إلى أن قضى فترة صباه وطفولته، إلى أن تم شرح صدره، إلى أن عزف عن لهو المجتمع وجلس في اعتكاف وتحنس في الغار، إلى أن أفضت السماء بسرها، إلى أن جاءته الدعوة التي دعا فيها إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.